Which statements about a neutral atom are correct? Select all that apply. أول statement, a neutral atom is composed of both positively and negatively charged particles. أي atom بتتكون من مجموعة من الشحنات الموجبة اللي هي البروتونز and electrons. طبعا في نيوترونز كمان، لكن طالما نيوترال هو عايز يقول ان البوزيتيف والنيجاتيف الاثنين قد بعض، كومبوزد من مجموعه من البوزيتيف تشارجز والنيجاتيف تشارجز، طبعا بيكونوا قد بعض عشان كده بتطلع نيوترال. فالكلام ده صحيح في الاختيار او الستيتمنت الثانيه، بيقول لي the positively charged particles in the nucleus are positrons. البوزيترون ليه نفس الماس of electron، نفس الماس بتاعته ولكن positive، نفس التشارج بتاعته. بس هل النواة النيوكليوس بتاعت الاتوم فيها بوزيترونز؟ لا، فيها ايه؟ النواة فيها، الكلام ده مش صحيح، احنا قلنا لسه فيها بروتونز، بروتونز نوت بوزيترونز، فالجملة غلط. طيب الستيتمنت الثالث هو the electrons are attracted to the positively charged nucleus. ها اكيد صح، الكلام ده صحيح، بين البوزيتيف والنيجاتيف قوة تجاذب، النواة فيها البوزيتيف والالكترونز بتدور في المسارات او المدارات حول النيوترون فبتنجذب ليها، فالكلام ده مظبوط. اربعة بيقول positively charged protons are located in the tiny massive nucleus. طبعا النيوكليس الحمراء، النقطة الحمراء دي كوريكت، طبعا فيها البروتونز وفيها النيوترونز وهي الجزء الأكثر يعني كتلة في الذرة، الإلكترونات كتير صحيح، لكن مجموعهم كلهم ما يجوش ولا يمكن نيوترون واحد، النيوترون البروتون الواحد زي النيوترون، كتلته كتلة البروتون تساوي كتلة النيوترون بتساوي 1.67، لاحظوا كده في 10^27. أما الإلكترون 9.11 بس في 10^31، فده قد ده، تخيلوا هنا في فرق 10,000 مع الشوية دول، مثلا نتكلم في 5,000 مرة ولا حاجة، فكل الإلكترونات لما تتجمع ما تجيش ولا حتى واحد من كتلة البروتون. الجملة الخامسة بتقول the radius of the electron cloud اللي هو ده الكلاود اللي هي الزرقاء دي، بيقول is twice as large as the radius of the nucleus. لا، النيوكليس حاجة صغيرة قوي، هو حتى هتلاقي هنا الجملة دي من الكتاب although the mass of proton is 2000 times the mass of an electron، كنا نقول حوالي 5000 2000 اهي، the radius of the proton is 1/10^15 is only about 1/100,000 as big as the radius of the electron which is about 1 × 10⁻¹. طبعا الفرق رهيب، او 100,000 مرة، يعني نسبة الراديوس بتاع البروتون 1/100,000 من the radius of proton is about 1/100,000 as big as the radius of the electron cloud. يعني بيتكلم على الكلاود، هو بيقول twice بس، هو 1/100,000، فالكلام طبعا غلط خالص. ليه؟ لان النسبة 1 مش إلى 2، 1 إلى 100,000، فالكلام ده مش مظبوط. اخر جملة بيقول لي the negatively charged electrons are spread out in a cloud around the nucleus. طبعا زي ما شايفين صحيح الكلام ده، هي بتنتشر
في السحابة اللي موجودة دي حوالين النواة اللي فيها البروتونات والنيوترونات.